تألق في السماء فأنت ناجم، تألق واطلب المجد العليا، تألق أنت في العلياء نسر، تعيش مصافحا كف الثريا. تألق تلقى أمنا مع نجاح وتجني الشهد والرزق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نرحب بكم مشاهدينا الكرام وحضورنا الكريم في الحلقة الثانية من دورة القراءة الذكية. في البداية سوف نستعرض بشكل سريع ما أخذناه في الحلقة الماضية، وهي بدأنا بأهمية القراءة ومدى أهميتها في حياة المسلم، وكيف كان السلف الصالح والأمم من قبل كيف كانوا يهتمون بالقراءة، وامتدت حضاراتهم وكتبهم إلى وقتنا الحالي. وأخذنا أيضا من هذه كيفية تكوين ملكة القراءة. من ذكرها منكم يا شباب؟ تفضل يا عبد الله. تخصيص وقت القراءة واستغلال أوقات القراءة. ممتاز، باقي هناك أمرين نذكرها يا عبد العزيز. استخدام الكتاب المسموع. أيوة. وتعلم فن القراءة. أيوة ممتاز، هذه هي الأربع الأشياء التي يجب على كل شخص قبل ما يبدأ في القراءة أن يكون ملكة القراءة، وهي هذه الأربع أشياء التي ذكرت. أيضا أخذنا وهي خماسية فن القراءة، وهي خمسة أسئلة أجبنا عليها في الحلقة الماضية لابد أن يجاوب عليها كل شخص قبل ما يبدأ القراءة لكي يستفيد الاستفادة القصوى من هذه القراءة. تذكرها محمد؟ خماسية فن القراءة اللي هي ماذا أقرأ ولماذا أقرأ وأين أقرأ ومتى أقرأ وكيف أقرأ. أيوة، هذه هي خماسية فن القراءة، الأسئلة الخمسة التي أجبنا عليها في الأمس. وأيضا أخذنا وهي أربعة أساليب من أساليب القراءة التي أغلب الناس يستخدمونها عندما يبدأون القراءة، اذكرها لنا يا محمد. أساليب القراءة هنالك عدة أساليب، الأسلوب الأول القراءة الاستطلاعية والقراءة العابرة والقراءة الدراسية والسماع التحليلية وأيضا القراءة السريعة. أيوة، هذه هي الأربع أنواع وأربع أساليب القراءة التي يستخدمها أغلب الناس عندما يبدأون يقرؤون. وأيضا جاوبنا على سؤال مهم وخطير جدا في مسألة القراءة السريعة، وهو لماذا نحتاج أن نقرأ بسرعة؟ تفضل بالإجابة عليها عبد الرحمن. أولا فالقراءة السريعة تفيد في اختصار الوقت. الشيء الثاني، في بعض الكتب الإنسان ما بيقرأ الكتاب للفائدة، إنما يريد استطلاع هذا الكتاب، فإن كان فيه فائدة قرأه فيما بعد. وأيضا في إحصائية يقولون أن 50 سنة الماضية كم المعلومات اللي كان فيها يساوي ما كان في 5000 سنة الماضية، فالإنسان عشان يحيط بالمستجدات لازم يكون فيه سرعة في القراءة. أيوة، أحسنتم جميعا، هذا تقريبا ما أخذناه في الحلقة الماضية كاملة، هو عن المحاور الأساسية اللي ذكرناها. في بداية هذه الحلقة بإذن الله سوف نتكلم عن نماذج من قراءة المشاهير أو القراء السابقين. نبدأهم بالشاعر الإنجليزي اللي هو تشيلي. كان كل ما يخلص من أوراق كتاب وما كل ما يخلص من كتاب يمزق الأوراق حق الكتاب ويصنع منها قوارب ويضعها في نهر أو في بحر وينظر إليها حتى تغيب في عمق البحر. وهم غالبا ما يفعل هذه الأشياء إلا لما يكون لما استوعب الكتاب كامل ولا يحتاج لها المراجعة أو شيء. ثاني من النماذج وهو المترجم إدوارد، وكان أي كتاب يقع في يده ولا يعجبه يقوم بتمزيقه ويرميه في الورق. طبعا كل شخص له اسلوبه في القراءه، في شخص له اسلوبه، وهذا هو يعني نموذج من الناس اللي كانوا يقرؤون، ربما كانت شخصيته هذا، حتى لانه لدرجه ما بقي في مكتبته الا بضع عشرات كتب من الكتب التي احبها فقط. وايضا في شخص قد كان يستغل اوقات الانتظار البسيطه جدا في قراءه الكتب، لدرجه انه كان بين تغيير ملابسه يقرا كتاب، يلبس مثلا الفانيله او التيشيرت يقرا شويه، لين يرجع يلبس البنطال يقرا شويه، يلبس الكرفته يقرا شويه، يعني يلبس الجزمه والكرامه يقرا شويه، بحيث انه يستغل تقريبا في الوقت هذا كامل يقرا 2 إلى 3 صفحات. السؤال المهم نذكره جميعا هنا، كيف تطور سرعه قراءتك؟ لما شخص يريد ان يبدا في تطوير سرعه قراءته ماذا يفعل؟ احد منكم عنده خلفيه او عنده موضوع سابق او قرا معلومات سابقه عنها؟ تفضل يا محمد. يقرا كثيرا حتى يتعود على سرعه القراءه. أيوة كويس، هذا من الأسباب التي تطور سرعة قراءتك وهي التدريب، وهو أول سبب من الأسباب التي تطور سرعة معدل القراءة الجيد. في البداية كما ذكرنا بالأمس أن الرئيس الأمريكي جون كينيدي كان يقرأ 1200 كلمة في الدقيقة، فنعد نكرر سؤال سلامس، ما هو معدل القراءة الجيد؟ مدام نعرفنا هذا وهو شخص ما يعتبر نادر في زمن القراء اللي هو 1200 كلمة في الدقيقة، فكم المعدل اللي يعتبر سريع بالنسبة للقراء العاديين؟ كم يعني الشخص يتوقع؟ تفضل يا عبد العزيز. 500 كلمة في الدقيقة.
500 كلمة في الدقيقة. هو معدل القراءة الطبيعي لدى الناس، هو أتكلم عن الطبيعي، هو من 200 إلى 300 كلمة في الدقيقة. عندما تريد أن تصبح سرعات قراءتك سريعة لابد لا تقل عن 700 كلمة في الدقيقة، وهذا لا يحدث على طول شخص يبدأ يقرأ ويحاول يقرأ سوف يأتي معه، بل لابد له من العنصر الثاني من عناصر سرعة القراءة وهو التدريب. فكلما تدرب الشخص وكلما حاول أن يطور سرعة قراءته فسوف يطورها، وسوف يعني يطورها بسهولة وليس بصعوبة كما يظن البعض. وأيضا هناك تمرين بسيط لشخص إذا أراد أن يطور سرعة قراءته، مثلا يحدد لنفسه وقت معين يحاول أن يخلص عدد صفحات في هذا الوقت، مثلا 10 دقائق يحاول يخلص 20 صفحة، إذا أنجزها وحاول أن ينجزها في 10 دقائق يبدأ يرتفع قليلا، مثلا يحطها 40 صفحة 50 صفحة، إلى أن يحاول أن يحصل على معدل القراءة الجيد. ثالث سبب من الأسباب التي تطور سرعة قراءتك وهو بعد التدريب، سوف نأتي هنا إلى سرعة القراءة ومستوى الاستيعاب. كثيرين يظن أن كلما أسرعت في القراءة كلما قل عندك مستوى الاستيعاب، وهذا الأمر خطأ، لأن سرعة القراءة تساعدك على فهم الفكرة كاملة وليس فهم الكلمات، لأن القراءة السريعة سوف تمرك على الجمل وتفهم المغزى منها دون الشرط أنك تنظر فيها كلمة كلمة. فأثبتت الدراسات أن مستوى الاستيعاب يزيد كلما زادت سرعة القراءة. العوام، ما هي توقعكم أنتم العوامل التي تقلل من سرعة القراءة؟ يعني عوامل يفعلها الكثير يظن أنها تساعد من سرعة القراءة ومن الاستيعاب، وتظنون أنها تقلل عوامل تقلل سرعة القراءة لديه. تفضل يا عبد العزيز. عدم التدرج في القراءة، يعني يبدأ بداية سريعة. عدم التدرج في القراءة صح، لأن إذا شخص كان عدم متعود على القراءة السريعة ويحاول أن يبدأ في القراءة السريعة على طول سوف تقلل سرعة القراءة عنده، لأنه ما راح يفهم الأشياء التي قرأها سابقا. فهم العوامل الأول من التي تقلل من سرعة القراءة، واحد قراءة كل كلمة على حدة، البعض ما زال معلق من ما تعلم القراءة من أول ابتدائي وثاني ابتدائي يقرأ كل كلمة لوحدها، والقراءة السريعة إذا قرأت كل كلمة لوحدها لن تستطيع أن تقرأ أكثر من 100 كلمة في الدقيقة، لأنك تركز على كلمة، لأن مستوى العين عندما تنظر في كلمة تستطيع أن تنظر قبلها بكلمة وبعدها بكلمة، فلا بد أن تطور سرعة قراءتك لأن تصبح 5 كلمات في النظرة الواحدة أو في اللمحة الواحدة للسطر عشان تصبح قراءتك سريعة. ثاني عنصر من العناصر هو القراءة بصوت مرتفع. البعض يظن أن عشان تفهم المقروء لابد أن ترفع صوتك، وهذا أمر خاطئ، بل هو من أهم الأسباب التي يبطئ سرعة قراءتك. الصوت المرتفع يساعد على الحفظ أكثر ما يساعد على الفهم. إن كنت تريد أن تفهم بدون يعني شخص يريد أن يفهم مثلا موضوع معين بدون الرجوع مثلا أو بدون نقله حرفيا، فيفضل لها القراءة الصامتة التي تكون بالعين فقط، لأن هذه هي سوف ترسخ المعلومات في ذهنك. ثالث شيء هو القراءة بالتحريك الخاطئ للعين. أحيانا كثير من القراء يلاحظونها بحيث أنه يبدأ يقرأ فإذا انتهى السطر يرجع لنفس السطر، هذا يضيع على وقته تقريبا 5 إلى 10 ثواني يعني يرجع. الحل لهذا للتحريك الخاطئ للعين وهو المؤشر، لأن المؤشر راح لعينك راح تكون تحاول أنها تجعل تكون تلحق المؤشر على السطور، بذلك لن تفوت عليك ولن تحرك عينك بشكل خاطئ. وثاني شيء لأجل أن تطور سرعة قراءتك أيضا ويمكنك أن ترفع سرعة المؤشر، فتضطر العين أنها تلحق المؤشر فراح تكون قراءتك أسرع، ومع التعود بإذن الله ستتعود عليه. العنصر الرابع وهو ضعف التركيز، لأن الشخص إذا بدأ يقرأ خاصة في بدايات قبل ما يتعود على القراءة راح يكون ذهنه مشتت، يقرأ 5 6 7 صفحات بعدين يرجع يطالع فيها ما كان شافها من قبل، لأن عقله كان متشتت في أماكن أخرى. والحلها كما ذكرنا بالأمس يحضر ورقة وأي شيء يشغل باله أو يخطر في باله يكتبها في هذه الورقة لكي لا تشغله أو لكي لا تزعي هذه الأفكار مرة أخرى. خامس شيء وهو قلة ممارسة القراءة وهو أول سبب، مثلها مثل الرياضة. لما شخص كان يمارس الرياضة مدة طويلة يستطيع أن يركض بالكيلوات من دون ما يتعب، تركها سنة سنتين 3 سنوات وأراد أن يرجع، هل يرجع بنفس النشاط ونفس اللياقة التي كان فيها قبل؟ طبعا لا، لازم أن يرجع بالتدريج. فلابد أنت أنك تتدرج إلى أن تصبح سريع القراءة مثل ما كنت قبل، أو تحاول أنك تصبح سريع القراءة. في النقيض أو على العكس تماما، عوامل لزيادة سرعة القراءة. من يغير منكم أي عامل يساعد في سرعة القراءة وهي تقريبا عكس ما ذكرنا في تبطئ سرعة القراءة؟ تفضل البراء. القراءة الصامتة وهي بعدم
رفع الصوت. ممتاز، أحسنت. تفضل يا عبد الرحمن. الجلوس بشكل مناسب للقراءة. الجلوس بشكل المريح الذي يريح شخص في القراءة. ممتاز، تفضل يا محمد. أولا يكثر من القراءة، يكثر دائما يصبح يقرأ، ولا يبدأ بالتدريج، يبدأ يقرأ قليلا ثم يتدرج لأن يصبح يقرأ بسرعة. أيوه، هذا كما ذكرنا من قبل وهو عكس قلة ممارسة القراءة. أول عامل من عوامل زيادة سرعة القراءة وهو التأكد من سلامة النظر، لأنك إذا بدأت القراءة وأنت عندك مشكلة في النظر، احتمال أن إدامة النظر للكتب سوف تقلل من نظرك وسوف تتعبك في المستقبل، ويمكن تسوء الأمور لأنك لا تستطيع القراءة أبدا أو الإصابة بضعف النظر الشديد. ثاني شيء من العوامل اللي زادت سرعة القراءة، لا تقرأ بصوت مرتفع كما ذكرنا قبل قليل. وثالث شيء هو استخدام الدليل البصري أو هو كما ذكرنا المؤشر، فهو يساعدك على عدم تحريك الخاطر للعين، وأيضا يسرع من قراءتك ويسرع من سرعة القراءة لديك. رابع عامل من العوامل توسيع مجال النظر، وهو أن الشخص إذا ركز على كلمة يستطيع أن ينظر إلى كلمة قبلها وكلمة بعدها، فيستطيع بلمحة سريعة أن يأخذ 5 إلى 6 كلمات في اللمحة الواحدة فقط، فيستطيع بزيادة سرعة قراءته. خامس شيء، عش مع المؤلف وأفكاره. من يستطيع أن يشرح لي هذه النقطة بالذات؟ هو كيف تعيش مع المؤلف وأفكاره؟ تفضل يا عبد الله. يعني أنك تعيش مع أسلوبه، تفهم إيش يعني ينوي له. يعني أيوه ممتاز. هو كيف تعيش مع المؤلف وأفكاره؟ أيوه برضه، تفضل يا سعد. يكون فكرك وقلبك مع الكلام اللي في الكتاب وتتعمق. أيوه ممتاز. أحد العلماء والمفكرين السابقين يقول أن هذه الكتب على الأرفف في المكتبات ليست مجرد كتب تنظرها وصورة بس، هذه كلها عقول من سبق. كل شخص جمع تركيزه وكل جهده على هذا الكتاب لكي يخرج لك، فعندما أنت تقرأ تتخيل أنه يحاورك هذا الكتاب، تناقش أنت وياه الأفكار التي موجودة. ومن الأمثلة الموجودة في عصره والمتميزة في القراءة هو الشيخ عاصم القرني، فهو عندما يأخذ كتاب يظن أن المؤلف يخاطبه وهو يخاطب المؤلف، يظن أن خلدون سوف ينجي والكتاب الذي بعد المتنبي سوف يذهب إليه وهكذا. فعندما تعيش مع المؤلف وأفكاره سوف تتعمق في الكتاب وسوف تأخذ الهدف المرجو منه من هذا الكتاب. سادس شيء من العوامل التي تزيد القراءة وهي عدم التقيد بسرعة معينة، وهو عندما تمر بموضع سهل أو موضع مريت به قبل أو قصة مفهومة عندك من قبل فتسرع قراءتك لها لأنها مفهومة عندك سابقا، عكس الأفكار الجديدة أو الأفكار الصعبة أو الأدبيات التي تحتاج إلى تركيز وتمحيص منك، فيحبذ إعادتها 5 مرات 10 مرات إلى أن تفهم. وإذا لم تستطع أن تفهمها فتحاول الاستعانة بالشروحات، ذكاء شروحات أو الاستفادة من الكتب المؤلف الأخرى. أعزائي المشاهدين والحضور، نصل وإياكم إلى نصف حلقتنا الأولى، ونعود بإذن الله بعد فاصل قصير. أهلا بكم وسهلا أيها المشاهدين بعد هذا الفاصل، والذي ذكرنا في ما قبل الفاصل عن القراءة السريعة والعوامل التي تزيدها والعوامل التي تقلل من هذه القراءة. عندنا بعد القراءة السريعة هو القراءة الذكية، لأنك عندما تقرأ بذكاء سوف تختصر الوقت والجهد عليك. في البداية الإرشادات الأساسية في القراءة الذكية، هناك أمرين أساسيين في القراءة الذكية عندما تطبقهم بإذن الله سوف تحصل على أفضل النتائج بأقل جهد ممكن. الإرشاد الأول، لا تبدأ عدم الابتعاد عن الهدف. عندما تجعل لك هدف معين في القراءة لا يجب أن تبتعد عنه. مثل إيش الأهداف التي ممكن أن شخص يبدأ فيها القراءة؟ ممكن أسأل الحضور لدينا أهداف ممكن أنك تبدأ تقرأ من أجلها. تفضل يا عبد الرحمن. مثلا أن يقرأ الإنسان في الكتاب بحثا عن معلومة معينة. أيوه، هذا من أمثلة الأهداف التي ممكن أن يقرأ عنها الشخص، البحث عن معلومة معينة ما بعينها. وهذا إذا كنت تبحث عن هذا لا تغير وجهتك أو هدفك لأنك تبدأ تقرأ الكتاب كامل. إذا كان تحس أنه سيفيدك ابدأ به، لكن لا تبتعد عن الهدف الأساسي التي بدأت من أجله. ثاني شيء هو التفاعل مع الكتاب، وهناك مقولة تقول عندما لا تستطيع أن تتذكر ما قرأته فتوقف عن القراءة، لأن ليس هناك فائدة من القراءة عندما تنسى ما قرأته. وأفضل طريقة
للتفاعل مع الكتابة هو استخدام الأوراق الملصقة، بحيث أنك في أعلى كل صفحة تلصق فيها ورقة صغيرة تكتب فيها تلخيص للصفحة كاملة. ومثلاً عند الأماكن التي فيها معلومات غريبة أو معلومات جديدة لك تضع علامة تعجب أو علامة استفهام أمام الأسئلة، وهكذا إلى أن تكون الكتاب كامل لديك، وبحيث لو رجعت له في أي وقت قادم أو تريد أن تقرأ من جديد أو شيء يكون تسهل عليك هذه العلامات في التركيز على النقاط الأساسية. ثالث شيء هو تحضير الكتاب. ولتحضير الكتاب فوائد، وهو أول ما تشتري كتاب تحاول أن تحضره، وهو أول شيء من فوائد تحضير الكتاب أسهل التصفح. فعندما يوجد على كل كتاب مثل الخط في طرفه، وهو تحاول أنك تجعل جميع الصفحات مفتوحة بشكل بحيث أنه لا ينغلق عليك فجأة أو أنه يتعبك في مسك الكتاب أو ينقلب عليك فجأة، فتحاول أنك تحط الكتاب من وقت أول ما تشتريه. ثاني شيء من فوائد تحضير الكتاب هو تكوين صورة مبدئية على الكتاب بقراءة الفهارس، بقراءة معلومات المؤلف، بتاريخ الطبعة، تحاول أنك تكون صورة مبدئية لك شخصية عن هذا الكتاب. ثالث شيء كسر الحاجز النفسي، هو أن بعض الناس يعانون من حاجز نفسي ضد أي كتاب، يبدأ يأخذ كتاب يحس أنه كبير شوي، يقول أنا ما أستطيع أني أخلص الكتاب هذا كامل، لابد أني أخذ وقتكم فاضي فيه. فعندما تحضر الكتاب سوف تجذبك في بعض المواضيع، تجذبك في بعض الأشياء، فتحاول أنك تخلص هذا الكتاب بأسرع وقت ممكن. للحصول على كتاب جديد، مثلا نذكر الحاضرين عندنا، عندما أردت مثلا أن تحصل على كتاب جديد ما هي الخطوات التي اتبعتها؟ يعني حصلت على هذا الكتاب المعين، وما هو هذا الكتاب الذي طبقت فيه هذه الخطوات؟ تفضل يا سعد. أولا الاستطلاع والنظر في الفهارس الاستطلاع. طيب ممكن تعطينا اسم الكتاب الذي طبقت عليه هذه مثلا كتاب علو الهمة، كتاب استطلعت عليه في الفهارس وعناوين. أيوة، هذه من الأسباب التي الحصول على كتاب جديد، هذه من بعض الخطوات التي تطبقها. أيضا أحد عنده محمد، تفضل. قبل أن أخذ الكتاب أقرأ وأعرف هل هو ذا مغزى ثمين أم كتاب تافه لا أستفيد منه. طيب هل طبقت هذا الكلام على كتاب معين عندك؟ كتاب استمتع بحياتك للدكتور محمد العريفي. أيوة أحسن، تفضل يا عبد الرحمن. كتب الدكتور إبراهيم فقي أخذتها بمعرفتي للكاتب، يعني معرفتك للكاتب من السماع له، من المقولات التي انتشرت بين الناس. أيوة. له اخترت الكتاب كتبه لأني كونت فكرة عامة عن الكاتب للكتاب. للحصول على كتاب جديد أول خطوة نتبعها وهي الحصول على الخريطة الشاملة للكتاب، وهي غالبا تكون في الصفحة الأخيرة أو في المغلف الأخير في خلف الكتاب، ويتكلم عن أبرز المحتويات التي احتوى هذا الكتاب وفصل فيها. ثاني طريقة وهي تعرف على الناشر وتاريخ النشر، بحيث أن الناشر إذا كنت تعرفه صاحب سمعة جيدة في الكتاب أو كنت أو قرأت له كتب سابقة يساعدك على اختيار الكتاب. وتاريخ النشر مهم، بحيث لو كان شخص يقرأ في المواضيع التي تتحدث أو متجددة كل سنوياً تتطور ويأخذ كتاب قديم لها فهذا لا يفيده، بل أن المعلومات تطورت. ثالث شيء من الخطوات التي نتبعها تعرف على قائمة المحتويات المراجع واللي هي الفهرس، بحيث أنك تعرف أبرز الموضوعات التي تتحدث عنها الكاتب ومعرفة هل هذا الكتاب سيفيدك أم لا. رابع شيء وهو الحصول على نظرة أعمق للكتاب بالبدء بتقليبه وأخذ العناوين وقراءة أول ثلاثة أسطر من كل فقرة ومعرفة الأشياء التي مميزة كالعناوين أو كالأشياء التي تكون ملونة أو معرفة الصور التي وضعها الكاتب كان هناك صور. خامس خطوة نتبعها وهي استعراض الفصول والملخصات. غالبا في كل ملخص أو بعض الكتاب يضع ملخص للفصل كامل، فهذا يسهل عليك معرفة الفصول كاملة ويساعدك على اختيار الكتاب. والقراءة المبدئية للفصول كما ذكرنا أول ثلاثة أسطر أول سطرين إلى أن تقرر هل هذا الكتاب سينفعك أم لا. برنامج القراءة الجاد، ونسأل حضور لدينا، لما شخص يحاول اقتنع بأهمية القراءة وجاوب على الخمسة الأسئلة وخماسية فن القراءة، ما هي البرنامج الذي يضعه لنفسه أو الخطوات التي يضعها لنفسه بحيث أنه يبدأ هذا البرنامج؟ تفضل يا عبد العزيز. أولا يبدأ في الكتاب بالتدرج، يعني ما يبدأ بسرعة، يبدأ الكتاب بالتدرج. أيوة، هذا بعض هذا من ضمن برنامج القراءة الجاد. تفضل يا
أن يقرأ في الكتب التي يحبها مثل القصص والروايات في البداية، ثم يتدرج حتى يقرأ في الكتب المفيدة والنافعة. أيوة أحسنتم جميعا. أول خطوة أن البرنامج الدراسات اختيار الوقت المناسب أو الساعة الذهبية، وإذا لم تستطع مثلا لكثرة أشغالك تحدد وقت مناسبك للقراءة، وغالبا ما تكون مثلا قبل النوم، قد يكون هناك وقت فراغ نصف ساعة أنك تقرأ فيها 10 صفحات 20 صفحة أو حسب ما تضعه أنت لنفسك. ثاني شيء هو اختيار المستوى المناسب، وهذا شيء مهم جدا، لأن بعض الأشخاص يقرأ كتب قد تعداها بمراحل، مثل طالب مثلا في المرحلة الجامعية يقرأ كتب طلاب مثلا الصف الأول الابتدائي، هذه قد تعداها بمراحل كبيرة، أو مثلا طالب في المرحلة الجامعية يقرأ كتب يدرسونها مثلا في الدكتوراه وفي الشهادات العليا، فسوف تكون صعب عليه فهمها، فيحاول أن يحدد المستوى المناسب له لكي يبدأ برنامج فعلي وجاد. ثالث شيء وهو نوع قراءتك، وهناك قاعدة تقول 50% في تخصصك الذي بدأت في تخصصك الذي أنت تعمل فيه تقرأ فيه معدل 50% لكي تطور نفسك هذا التخصص، و 25% تجعلها للدين أو للكتب الفقهية والكتب العقدية، و 25% تجعلها متنوعة في شتى الفنون أو من كل كما يقولون من كل بحر قطرة. ورابع شيء من الذي شيء أساسي من البرنامج القراءة الجاد وهو حدد أهدافك. قبل أن تأخذ كتاب وتقرأ لابد أن تحدد أهدافك لكي لا تخرج عنها مع الوقت. أيضا من صفات القارئ الجيد عندما تكون تبدأ القراءة وكلما وبدأت في القراءة وضعت لك برنامج لابد أن تكون هناك الصفات التي تميز القارئ الجيد عن القارئ غير الجيد. أحد أذكرنا بعض الصفات القارئ الجيد التي ممكن تتوفر فيه؟ تفضل يا محمد. القارئ الجيد انه اذا جاء يقرا الكتاب يقرا بتركيز، القراءه بالتركيز للطالب الجيد. ايوه تفضل يا عبد الرحمن. من صفات القارئ الجيد انه يكون واعي بمحتوى الكتاب، فلا يقبل اي فكره حتى ينظر هي صحيحه ام خاطئه. ايوه ممتاز، تفضل يا محمد. ان الشخص القارئ يمكنك معرفته من قوه شخصيته، فهو يطبق ما يقرا. ايوه احسنت، هذا من صفات القارئ الجيد. اول صفه من صفات القارئ الجيد وهو المثابره على القراءه، ونذكر مثالك مثال للشيخ علي الطنطاوي، وهو يعني ما هو يعني شيء من الامم السابقه ومن التابعين والسلف الذين كانوا يكرسون حياتهم طالب علم، بل هو شخص حاضر ومن العصر الحديث. يقول الشيخ علي الطنطاوي منذ 70 سنة يقرا يوميا ما لا يقل عن 10 ساعات نحسبها، يقول قرأ في حياته ما يزيد عن 500,000 صفحة، يعني أرقام قد البعض لا يصدقها، لكن هذا قالها الشيخ بنفسه وبكلامه. يقول أن عندما كان أصدقائه يلعبون في الأزقة في مدينتهم كان يجلس ويعكف على القراءة، وكان أبوه وهو الذي مساعد له، ونحث جميع الآباء على دعم وزرع حب القراءة لأبنائهم. يقول أن أبوه كان عالم من علماء الشام وكان لديه مكتبة، فكان يستغل هذه المكتبة. ويقول من 70 سنة عندما ينتهي عمله أو دراسته يذهب على طول ويقرأ، لا يوجد لديه عمل إلا القراءة، فهذا شخص استفاد من حياته، وكلنا يعرف الشيخ علي الطنطاوي ومذكراته. ثاني شيء من صفات القارئ الجيد وهو استيعاب الجديد، بحيث أن القارئ لا يكون عقليته متحجرة، لأن عقليته متحجرة لا يقبل الأشياء الجديدة في زمن التطور فيه، في زمن الاختلاف، في زمن كل يوم يأتي بشيء جديد، فلا بد القارئ أن يكون لديه القدرة لاستيعاب ما هو جديد، وسواء يقبله إذا وافق أفكاره الشخصية وقيمه ومبادئه يقبله، وما لا يوافقه يخالفه الرأي ويكون ضده. ثالث شيء من صفات القارئ الجيد وهو اختيار الكتاب النافع، لأنك إذا اخترت كتاب غير نافع لن تستفيد منه لا في دنيا ولا في فائدة ولا في شيء. الصفة الرابعة من صفات القارئ الجيد الحكم على أهمية كل كتاب على حدة. مثلا أو كان مبسطها لكم، شخص ذهب إلى المقرأة شراء 10 كتب، قال هذه 10 كتب سوف أخلصها مثلا في 10 شهور، كل شهر أخذ منه مثلا كتاب، وهذا شيء ليس جيد، لأن كل كتاب يختلف في محتواه وفي قيمه وفي معلوماته عن الكتاب الآخر. أحد الكتب قد يكفي أسبوع واحد فقط وتنهي، واحد الكتب يحتاج 3-4 أشهر، وهذا إذا أخذت الخريطة الشاملة للكتاب وبدأت تقرأ الفصول سوف تعرف أهمية هذا الكتاب، وسوف تضع الوقت المناسب له. أصناف القراء،
هناك أصناف عديدة للقراء، ما نذكر بعض الأمثلة أصناف القراء الموجودين في هذا الزمن. تفضل بقى. صنف مبدع يحب تطلع القراءة الكتب ولا ينتهي من كتاب لو يبدأ في بآخر. أيوة صنف متطلع. طب هل هناك أصناف أخرى أحد يذكرها لنا؟ تفضل يا عبد العزيز. صنف متعمق بالقراءة. صنف متعمق بالقراءة، جيد. أحد عنده صنف آخر؟ تفضل يا عبد الرحمن. وأيضا هناك الصنف الناقد، ما يقرؤون لنقد الكتب التي يقرؤونها. أيوة ممتاز، الصنف الناقد. نأخذ الحين صنف آخر أو لم يذكر من قبل. تفضل يا محمد. صنف عاشق ويحب جدا القراءة. ممتاز. تفضل يا عبد الله. صنف يقرأ لإيجاد العيوب. وهذا مثل ما ذكر عبد الرحمن وهو الصنف الناقد، وهم أصناف عديدة من القراء، تقريبا يصلون لثمانية أو سبعة أصناف، سوف نذكرها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة على أمل اللقاء بكم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تألق في السماء فأنت ناجم، تألق واطلب المجد العليا، تألق أنت في العلياء نسر، تعيش مصافحا كف الثريا، تألق في السماء فأنت ناجمون.